بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back to Laboratory Management and Quality Assurance. Quality Assurance, Quality Control, Part 1. Quality Assurance, QA. QA refers to planned and systemic processes that provides confidence of a product's or service's effectiveness. That's from the Wikipedia definition. طبعا تعريف الكواليتي اشورنس وهي تعتمد على مشروع او مخطط معتمد، وهذا المخطط او هذا المنتج يحقق الكونفيدنس او ما يعرف بالثقه في المنتج او في الخدمه التي يقوم فيها الشخص. It makes quality a main goal of a production. والنوعية تكون هي الهدف من هذا المنتج أو هذا النوع. طبعا in the laboratory QA, quality assurance in the laboratory, all of the procedures, actions, paperwork that take place to be sure the results given to the physician are accurate. لأن إذا ما طبقنا the quality assurance في المختبر، فهي كل الإجراءات والأفعال والأعمال والأوراق والسجلات التي تعمل في المختبر، وذلك للتأكد من أن كل النتائج التي تعطى للطبيب تكون accurate، دقيقة و صحيح. Quality control, QC. لان quality control refers to the measurement, to the measures that must be included during each assay run to verify that the test is working properly. لان إذا ما قارنا the quality control with quality assurance, the quality control هي إجراءات، هي قياسات، هي أعمال نقوم فيها داخل المختبر، وهذه تكون للتأكد من أنه الطريقة التي نعمل فيها الفحص كلها تعمل بشكل سليم. الآن QC running controls and statistically analyzing the data before releasing patients' results. لذلك في the quality control في المختبر هي استخدام عينات الكنترول واستخدام العمليات الإحصائية والتحليلية وتحليل النتائج وتأكد من صحتها قبل أن تعطى للمريض. Quality assurance and quality control. طبعا quality assurance and quality control measures must include all means to identify, classify, and limit errors. لذلك بعد ما عرفنا الـ quality assurance و quality control، يجب تطبيق هذا المعيار اللي هو الـ quality assurance و quality control في المختبر حتى تكون النتائج صحيحة دقيقة. طبعا ويساعد الآن الـ quality assessment and quality control على تحديد أي خطأ يحدث في المختبر. هي include a means to identify، هي تحديد، و classify تصنيف، و limit هي وضع حدود لهذا الخطأ. فبالتالي قبل ما تطلع أي نتيجة يجب أن تخضع لهذه الإجراءات. أول شيء نتأكد أنه كل أعمالنا في المختبر سليمة، من paperwork، من أجهزة، من استخدام الكنترول سامبلز، من إحصائيات إلى آخره. كل هذه يجب أن نتأكد منها قبل أن تخرج النتيجة حتى تكون هذه النتيجة خالية من أي أخطاء. Standards. الآن حتى نطبق مفهوم الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول
يجب اتخاذ إجراءات سليمة، منها الستاندرز اللي هي المحاليل المعيارية. طبعا هذه المحاليل المعيارية أو الستاندرز هي highly purified substances whose exact composition is known. It's non-biological in nature. لذلك عندما نقوم بعمل الستاندرز أو تحضير الستاندرز فهي تكون بقياسات معروفة. بمعنى آخر، إذا بنسوي 100 ميلي جرام لكل لتر أو جلوكوز على سبيل المثال، لذلك يجب أن يقاس 100 جرام بميزان حساس وتوزينها بدقة، ثم نقوم بجعل المحلول وتذويب هذا الجلوكوز في لتر من الماء المقطر أو اللي هو بسموها deionized water. هذا الآن معروف أنه هذا المحلول، هذا الستاندرد يحتوي على 100 ميلي جرام لكل لتر. طبعا non-biological بمعنى آخر أنه ليس مشتق من جسم الإنسان عسل المثال زي الكنترولز. Uses، ما هي الاستخدامات للستاندرز؟ أول شيء run with patient sample to validate the run. عادة تستخدم مع عينة المريض حتى نتأكد من سلامة الإجراءات أو سلامة هذا الفحص. طبعا يجب استخدام طبعا with each run of urine osmolality a standard is often run to determine the accuracy and precision of the run. لأن إذا بدنا نفحص اليورين أزمولاليتي أو كمية الأملاح الموجودة في اليورين، يجب استخدام ستاندرد محلول معياري يحتوي على أملاح معروفة مقياسة بدقة حتى نتأكد أنه الأزمولاليتي التي حصلنا عليها من عينة اليورين تكون دقيقة وصحيحة. طبعاً برضو كمان نستخدم the standards to generate calibration curves. طبعا different concentrations of the standard are used to plot a graphic curve. بمعنى آخر بنسوي على ما يعرفوا بالstandard curves، calibration curves هي الرسم البياني الذي يستخدم لاستخلاص النتيجة. بمعنى آخر نستخدم تراكيز مختلفة من الستاندرد. حسب المثال نرجع للجلوكوز، هذا الجلوكوز اللي هو 100 ميلي جرام بير لتر، منخففه إلى تخفيف أقل، مثلا نستخدم 20 ميلي جرام، 30 ميلي جرام، 40 ميلي جرام، 50 ميلي جرام، 60، 70، 80، 90 و 100. الآن كل من هذه التخفيف لأن نقوم بقياسها كما نقيس عينة الدم، ونأخذ اللي هو الأبزوربنس أو قراءة من السبكتروفوتوميتر، ونقوم برسم كيرف. هذا الكيرف يكون فيه الأبزوربنس على الإكس أكسس و القراءات التراكيز على الواي اكسس، وبالتالي نستخدمها لتحديد العينه او لاستخراج unknown من هذه الكيرفز. طبعا patient samples are compared to the calibration curve and the concentration of the analyte is quantified. معنى اخر اذا كانت قراءه خلينا نسميها السكر 0.2، نشوف ال 0.2 على الإكس أكسس ونمشي حتى نصل للكيرف، ثم نرسم خط عمودي إلى الأكسس الآخر نرى ما هي الكونسنتريشن. Reference solutions،
هذه المحاليل تكون ريفرنس بمعنى آخر للمقارنة. طبعا عادة هي تقول biological in nature have an assigned value used exactly like standard. طبعا هذه اللي هي الريفرنس أو المحاليل المرجعية هي بتكون biological in nature معناته مشتقة من الإنسان، وفيها قراءة معروفة assigned a value بمعنى آخر تقاس عدة مرات حتى نعرف قيمتها، ونستخدمها بالضبط زيها زي الستاندرد. الكنترولز، طبعا الكنترولز أو عينات الكنترول resembles the patient sample have same characteristics as patient sample color viscosity etc. لأن لما نجي للكنترول الكنترولز تختلف عن الستاندرد، تختلف عن الريفرنس solutions. الكنترول هي عينة شبيهة 100% بعينة المريض، بالعينة التي نريد معرفة قراءتها أو معرفة تركيزها. لذلك تكون نفس خصائص عينة المريض من حيث اللون والكثافة، ولا تختلف اختلاف آخر، لأنها ستستخدم الآن في الفحص لي مقارنة أو للتأكد من أنه العملية كلها سليمة 100%. طبعاً can be purchased as a said come with range of established values أو an said your lab must be must use statistical measures to establish their range of value. طبعاً هذه الكنترول ممكن شراءها جاهزة، ممكن هي على نوعين said أي مقاسة ومعروفة القيمة ومعروفة الرينج. Come with range of established values. بمعنى آخر الكنترول إذا بنستخدم كنترول للسكر على سبيل المثال، بيجي هذا الكنترول بقول إنه قراءة هذا السكر مثلا 100 plus or minus 2 standard deviation. أن السيد بمعنى آخر ليست مقاسة، وإنما يجب قياسها في المختبر وتحديد عمل الفحوصات الإحصائية أو التحليل الإحصائي لتحديد الرينج. طبعاً the results of any run analysis must be compared to the range of expected results to determine acceptability of the analysis. لأن عندما نقوم بعمل الفحوصات الآن أول شغلة بنشوف قيمة هذا الكنترول ونتأكد أنه ضمن الرينج اللي هو range of expected results، حتى نتأكد إذا كانت قيمة الكنترول كما توقعنا ضمن الرينج، فهذا يعني أن عينة المريض هي طبعا أكيد ضمن القيمة المتوقعة. الآن depending on the test one or more levels of controls will be required. حسب طبيعة الفحص ممكن نستخدم أكثر من control، مثل control high, control low أو control normal. معنى آخر الكنترول يكون قيمته إما أعلى من القيمة الطبيعية لفحص معين، أو أقل من القيمة الطبيعية لفحص معين، أو طبيعية. طبعاً control within expected range in control. الآن عند قياس الكنترول قلنا أول ما ننظر إلى نتيجة الكنترول ونرى إذا كانت نتيجة الكنترول ضمن expected range إذن we are in control، يعني إحنا مسيطرين على الوضع. Accept the QC and report patient's results. لذلك quality control تعتمد و نخرج نتيجة المريض. الآن control out of expected range out of control address. الآن إذا كانت نتيجة الكنترول تختلف عن القراءات المعطى معه، بمعنى آخر إذا كان الكنترول المستخدمه على سبيل المثال للسكر 100 ولكن لما كشناه طلع عنا 80، الآن 80 بتكون خارج الرينج، بالتالي
بذلك احنا out of control، يعني خارجين عن السيطرة، فيجب ان نقوم بإجراءات معينة حتى نحدد اذا ما كان هناك سبب لهذا out of control measures. بالتالي اذا كان الانسترومنت out of calibration، اذا استخدمنا مثلا incubation period اقل، فالتحضين لهذا الفحص اقل او اكثر، نشوف السبب انه هذا ممكن يكون الكنترول نفسه منتهي صلاحيته expired. وبعد ما نتاكد من الاسباب اللي اعطتنا انه الكنترول خارج السيطره او خارج القراءات المعتمده، اما بنستخدم كنترول جديد او من مستخدم امور اخرى. الان ترو فاليو بريسيجن اند اكوراسي سنتحدث عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه.